ماجدة سليمان، مديرة برنامج التنمية المجتمعية ومسؤولة عن ملف الصحة الإنجابية والتربية الجنسية من 2007 بمؤسسة كذا المرأة المصرية. التربية الجنسية ديت معناها ان انا بدي معلومات وبربي طول الوقت ولادنا يعني ايه مفهومهم عن الجنس، وبصلح كمان المفاهيم المغلوطة اللي هي طول الوقت هم بيسمعوها او بياخدوها من الاقران بتاعتهم او من مواقع النت. اقول من 2007 دي اول حاجة كنا تناولنا فيها التربية الجنسية، وكنا عملناها في منطقة شوية زي منطقة بلاء الدكرو. ديت كان مجتمع صعب جدا، وديت كانت بدايتنا، كانت الحادثة الشهيرة بتاعت التوربيني اللي هي فجرت ان في انتهاكات وتحرشات واغتصابات للأطفال، كانت مع أطفال الشوارع. فدي كانت قضية مشهورة جدا جدا، فجرت داخل المجتمع المصري، وبتقوله كان جرس انذار ان في اغتصابات لولادنا وفي انتهاكات لهم وفي تحرشات وفي استغلال. فجينا بدأنا أول ما عملنا كان 75 طفل وطفلة في منطقة بلاء الدكرور، لغاية لما الأطفال خرجوا عندهم ملكات إزاي ومهارات للحماية، فنقلوا دوت لأهلهم في البيت. عملنا كمان توعية مع الأهل إزاي يتعاملوا مع أولادهم خلال المراحل العمرية المختلفة. كل مرحلة ليها مصطلحاتها وليها معلوماتها وليها التربية الخاصة بها بما يتوافق مع عمر أولادنا. المعلومات اللي أنا بديها لأولادنا ديت هي بحميهم طول الوقت، إزاي يحافظوا على خصوصية جسمهم، إزاي يكونوا داخلين على مرحلة البلوغ والمراهقة، وإزاي هم يستقبلوا ديت بمتغيراتها الجنسية والجسدية والفسيولوجية والنفسية. في مدارس كتير جدا عندنا بتبقى فصلة البنات لوحديهم والولاد لوحديهم، وكأن ديت هي اللي هيحصل فيها العلاقات السيئة كلها، فبيحصل العكس. يجي عندي بلوغ المراهقة بيبقى كل طرف عايز يستكشف التاني، غصب عنه بيحصل نتيجة التغيرات الهرمونية اللي بتحصل، بيبقى غصب عنه عايز يتعرف على الجنس، بقى في ميل حتى جنسي. فازاي انا بحميهم من موضوع الاغتصاب، موضوع التحرش والانتهاك الجنسية، التربية الجنسية وعلاقتها بالمناهج او وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم رفض خالص موضوع ان كلمة جنسي، كلمة جنسي دي تربية جنسية ولا تثقيف جنسي ولا تحرش جنسي، يقول لك في تحرش ما يقولش جنسي، وكأنها دي يعني هي دي اللي هتعتم على الموضوع كله. لو شفت كم الأسئلة اللي بتخرج من ولادنا في مرحلة الثانوي والإعدادي هتشعر ان في جهل وتعتيم غير عالي، لأنه ما عندهمش وعي بأي حاجة خالص، وعي لا بجسمهم ولا بالخصوصية ولا بمفاهيم حتى الحب اللي هي فترة المراهقة. ففعلا دي كلها أسئلة ملحة وأسئلة مشروعة، ومن حقهم يعرفوا، من حقهم ان احنا وواجبنا علينا ان احنا نجاوب على كل سؤال، حتى لو كان بالنسبة لي انا ككبير انها تافه، لكن بالنسبة لهم هم مهم جدا وتغيير مسير جواهم. المناهج ما فيش اي حاجة خالص، هي كان في مطالبة من السنة اللي فاتت ان نحط مناهج خاصة بالتربية الجنسية والصحة الإنجابية داخل المناهج، او ان هو يكون في كتيبات خاصة بالتربية الجنسية. كان فيه هجوم شديد جدا جدا، لان دوت هم بيقولوا ان دوت بيفتح عين الطلبة، وازاي اطفال صغيرين يكلمهم عن التربية الجنسية، هم مش متخيلين ان حوارنا مع الاطفال في التربية الجنسية من الطفل عمره سنتين، فهو دي مستبعدة ازاي دوت يحصل خالص. بالاضافة ان مفيش معلمين يجرؤوا ان هم يقربوا للمنطقة ديت من بعيد او قريب، حتى لو جه طلبة وطالبات اشتكوا في ان هم اتعرضوا لانتهاك خصوصيتهم داخل الحمامات، او في اسئلة ملحة، او التغيرات اللي بيمر فيها ما بيلاقوش ديت. فكان في اشكالية كبيرة لغاية لما قدرنا الحمد لله نكسب ثقة وزارة التربية والتعليم، نتيجة ان هم شافوا احنا بنتناولها ازاي باسلوب الحكي والافلام، ونزول المستوى الطفل في الحوارات، لغاية لما هم يبقوا عارفين ده احنا بنتكلم عن تحرش وانتهاك جنسي. فقدرنا ان احنا نكسر الحدية ديت لغاية لما عملنا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، وان شاء الله احنا منوطين ان احنا نوعي 1000 طالب وطالبة خلال الترم ده بس.
انا بقول ان التربيه الجنسيه هي اساس الحمايه، التوعيه بتساوي حمايه بتساوي امان لاولادنا كلنا.